لا تزال الطائرات الأوكرانية تساهم في إخماد حرائق الغابات في إسرائيل. فوفقاً للدائرة الإعلامية لخدمة الدولة لحالات الطوارئ، فإن فرق الإنقاذ الأوكرانية قامت بدوريات في المناطق التي اجتاحتها النيران طائرتان اوكرانيتان من نوع ان قامت بالقاء 16 طنا من المياه على المرتفعات المطلة عليها فيما تواصل اليوم طائرتان اوكرانيتان عمليات المراقبه الرئيس بيترو براشينكو كان قد امر في وقت سابق بارسال طواقم الانقاذ استجابه لطلب من وزاره الخارجيه الاسرائيليه لتقديم المساعده في القضاء على حرائق الغابات